بنات بديت معكم بلوك نهار قبلت صراحة دابا الليل نعست العيان وصراحة كنا جاتش من الخدمة. انا جبرت فني غادي نابروبيتر باش نخرج لا سيماخينس اللي خصني نبريمير. اوبس كلت هنا، شكرا حلو الوالدة، خلينا نصور بس باش نشرح لهم. مهم اي حاجه كنبغي نعدل زعما هكذا كنبغي نخرجها، بحال مثلا ديك الطرخه اللي تاتلي كنوجد فيها ميلاد دلايان، بحال اي حاجه عندها علاقه بالعيد. دائما البنات بينتيريست هاد الابليكاسيون هادي، هيا ندير هنايا احسن ابليكاسيون البنات، هادي احسن وحده من ناحيه ديال هادي باش تخرجوا فيها. مثلا اذا بغيتوا مثلا شي عيد مبارك، حتى هاد ماشي توقف، المهم اذا بغيتوا تخرجوا شي عيد مبارك ولا شي حاجه، هادي احسن ابليكاسيون تقدروا تهبطوها في التليفون ولا في اورديناتور ديالكم ولا ايباد ديالكم، المهم اللي بغيتو. انا هنا دابا جبرتوني غادي نقلب على اوفي خاص بارابينتر، شو شنو هاد الطريق هادا، شفتو داكشي اللي بغيت مع داك عاودينا ستيدوين غادي صح طيح لي هنايا. اللي فكرت انا هي فرقة واحدة مثلا غادي نعمل واحد اربعة ديال المميزات ولا الحوالة، المهم اربعة ديال الحوالة مثلا غادي نهبط لهم مثلا هادي هادي، ونهبط لهم واحد جوج اخرين ونخليهم باش هما يصبغوهم ما يلونوهم على حسب شنو لهم كولوريس. بون انا لقيت ني ثالث وانا لا سباخيناس اللي خصني نخرج هادي، عملنا شي العلي صبغوه وعدلت هاد الروسات هكذا د الغليمات، عملت فيهم عيد مبارك هادو غادي نخرج ما نقطع بسيتون، نعدل بيهم واحد بولسيتاس بالوميتاس. مهم خليكم تكملوا الفيديو، انا نكمل معكم غدا ان شاء الله يا ربي. صباح 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 الخير، صباح النور حبيبه ديالي، عواشركم مبروكه، باغا نقول لكم شي عيد مبارك سعيد تنغدى ان شاء الله يا ربي. كما شفتوا البارح بديت معكم بلوك من الحشيات، نعست لكم الليل نعست لي عاد كنت نسيت كان نسيت الحاجه اللي خصني امبريمير، نوض في الصباح دوش ليا، المهم جمعت هنايا كنت في الدار كندور وصافي. ودابا جبرتوني هزت كيفاتي وماشي نتسخر ان شاء الله ربي، وسمع مشى تسخر لي من السوق، ولكن ملي كتراقبتو خلي خاصني نمشي نتسخر بيدي باش نعرف بالضبط شنو غادي نجيب، باش نعرف بالضبط شنو محتاجه ان شاء الله. وصافي البيت ديالي يلا نمشيو باش نتسخرو باش نوجدو من بعد مع بعضياتنا. ما قدرتش نهبط في الدرج، عرفتي بديت خيناسيو بديت نمشي لاصال دو سبور، عملت الرياضة بزاف الحمد لله مقطعة. المهم كنت كنقول لكم ايسو يعني دابا نبقى نجيب السخنة، خصني نوجد ان شاء الله غنوجد قيمطة ديال الحس، ولكن بواحد الطريقة اللي مزيانة تعجبكم، بواحد توكي بيرسوناليزادو، بواحد التوكي اللي غادي يعجبكم ان شاء الله. بديت كتعدل تفعيلات ميلاد بنت اختي وكل شيء قال لي واعره، مرات عمي نعيمه من هنا عمي نعيمه هاد الريسيطا لي لك قادي ساعه كملنا شي فيديو وريالي كيفاش كتعدل، قلت لها صافي ان شاء الله يا ربي. بون حبيبتي لي هكذا وصافي. دابا انا مازال في المعشى، نسبق اول حاجه نخرج ديك الوراق ديال البارح قبل ما نشدو محلات، ومن بعد ان شاء الله غنمشي مع الكادورا. عاد البنات دابا يلا طناش شي حاجه الصباح، انا كيقول لي عقلي بحالي دابا الخمسة د العشيه، لا نوضت مع السبعة نوض الصباح، عاد ما خليش ما عملتش هاد الصباح هذا اي سوسي، اي حاجه كنخمم كتعاود ترونا لي ليان، ولكن الحمد لله. ودابا جبتوني جيت من الكادونا عند الفن السخر اللي خصني، واخا الصراحه هاد العيد هذا قلت لكم في انستغرام، ولكن واحد العيد اللي شويه مشكل سبحان الله، ما عرفتي ما بغيتش داك الحماس دائما الوقت كيطير سبحان الله ما عرفتش. المهم سبحان الله ماشي مشكل، واحد كيحاول يعمل الاجواء لراسو، انا خليت كلش اخر ساعه اصلا عملت صراحه كيفاش حاجه كبيره، طلبت الحلوى حلوى ما عدلتهاش طبعا طلبتها. فوالا حبات ديالي ساليت السخره ديالي من ميركادونا، باقي خصني دابا ندوز غير قزار غنوز عيش الشعريه الصينيه، صح هي اللي ناقصه ميركادونا ناقصه بس نشوف واش هادشي صحيح. درنا التليفون
الطرحه ديالي ناقصه ميركادونا، داكشي اللي ناقص لها، ناقص لها غير الشعريه السنيه، ما كنجبرهاش هنايا بحال مره كنتسخر وكنضطر نمشي بحالي زعما نقزر ولا نشوف بلاصه اخرى باش نشري الشعريه السنيه. ايوا انا بغيت نوريكم جوج ديال الحاجات اللي خديت وانا بارتي ديال الكومبر عملتها في ماليتيرو. بغيت نوريكم جوج الحاجات. اول حاجه هذا الليب كومبو، هذا بيرفيلادور، هذا كيسيل تونو نمره 10، هذا تونو نمره 10 وهذا بينتالابيوس نمره 10. شفت الناس بزاف كيهضروا عليهم في تيك توك. شوفوا هذا بالنسبه عندهم بزاف، هذا ما عندهمش منه بزاف، لكن هذا بينتالابيوس هذا استي. هادو كنت شحال هادي تقريبا دي واحد 4 سنين كنت خديت، ولكن كولور اخر دابا ديت كولور بوك دو ماسني ودروتشي كازيانو قاشي كيعجبوني الالوان اللي باينين. قلت غنوريهم لكم دابا برك هادو تدخل تنضار غندخل نشوف الكوزينه الشغل وغنصرا سي ما نوري لكمش. بغيت نبروار لا برك تال ها دي كريموسا. نسي بقول لكم زين كولور ولا لا، برو عجبني التونو ما جاش معيق. هذا بنات في نمره 10 وهذا اللابيس هذا حتى هو في نمره 10. يبان لكم بوكو مارون بيرو الصراحه هو هذاك جاني جاكم طو قليل. واش هذا ديال الطونوبير غادي نعلقها دابا. ودابا رجعت بحال للدار. المهم اول حاجه سمحوا لي على الصوت ديالي، عاد تحسوا بانني مروحه من راس كنعمل لكم مونتاج. ديو معايا بالشفاء. المهم هنا كنت كنوجد واحد الشارميله باش نعدل بها قنينطات ديال الحوت، عاد يكون الشارميله بزاف على حسب خليت منها شويه، كنت عدت باستيلا على شاد الحوت. المهم عملت تمايا قزبر معدنوس والثوم اللي مطحونين، طوماطي فريتو، كيمون، الابزار، فلفله حمراء حلوه، فلفله حمراء حاره، كنور ديال الحوت ولا لقمه ديال الحوت، سوجا مالحه، واخر حاجه ملحه. وعاد نخلط كلشي مع بعضياته. وجدت الشارميله بحال نقول لكم في دقه واحده على حسب غنستعملها على ثلاثه ديال المرات. المهم من بعد خديت واحد المقله وحطيت فيه تقريبا واحد 3-4 مغارف ديال الشارموله، المغارف يكونوا كبار شويه. وغادي نحط الحوت ديالي. عندي هنايا كامونيس اللي مسلوقين مقطعين، هاد الكامبات اللي كيكونوا غير مقشرين ستيتوين اللي كيجيو كون خيلادوس. عندي هنايا واحد ميرلوطه قطعت تحت هي طرف صغارين، وعندي كالامار اللي كذلك قطعته طريفات صغارين، حيت كما قلت لكم نعدل بهم قرينطات ديال الحوت. عرفتي كيجوعين البنات، غير تبعوا معايا بوركي عندي واحد جوج ديال الاسرار بحال اللي غنقول لكم ديال هاد الريتيطه هادي اللي كيطلعوا قرينطات واعرين مذاق اخر. يعني ما كتاكلوش زعما قرينطات بحال اللي كتاكلوا باسيلا ديال الحوت، كيجي واحد المذاق اللي روعه اللي غادي يعجبكم بزاف. ومن لقيت ونسيت واحد المغروفه ديال اللي قام خفت عندك تجيني قليله، وخليت الحوت يتشحر على خاطرو. ودابا غادي نزيد نضيف عليها صلصه ترياكي، واحد الصلصه اللي تقدروا تشريوها غير شنو ردوا بال على حسب كاين منهم اللي كيكون فيهم بينو. انا غنوري لكم الطريقه باش كنعدلها انا في الدار. شوفوا الصلصه هي هذه، وانا غنوري لكم كيفاش كنعدلها. كناخذ واحد المقله كنمشي شويه زيت الزيتون، كنقطع بصله طريفات صغارين كيما شفتوا طريفات صغارين، ما كانش عندكم سكينجبير ناتورال دير جوج غير بولبو، واربع ديال الطريفات ديال التوم. هنايا عندي نص كاس ديال سوجا مالحه، ربع كاس ديال الماء، هذا الماء البنات غير شنو مع داك الكاس كان فيه السوجا طلق شويه في كرو ديال الماء، ربع ديال الكاس ديال الماء كما قلت لكم، 4 مغارف كبارين ديال السكر، وكنحركو كلش مع بعضياتو وكنخليهم يغليو واحد 8 ديال الدقائق. ومينتراس داكشي اللي وريتكم دابا كيغلي، غادي نوجد واحد الخلطه ديال ميزينا، نعمل جوج ديال مغارف د ميزينا صغارين، شويه ديال الماء، وغادي نخلط مزيان هكذا كما كتشوفوا، غندوب ميزينا. ومن بعد ما دازو 8 ديال الدقائق ما تخافوش هذوك الطروفه ديال البصله داكشي كامل غادي نصفيوه. المهم ضفت عليهم هنايا ميزينا، غادي نخلط كلشي مع بعضياته، وغادي نخلي تغلي. نتوما عارفين الميزينا ملي كتشبر سخانه كتثقل الحاجه. المهم كما شفتوا الصلصه هي تقالت ولات فيها تيكستورا ديال الصلصه. واخر حاجه كنصفيها البنات، كنصفي باش كنحيد ديك الطروفه ديال البصله، طروفه السكينجبير، كنحيد كلشي، وكتبقى لي الصلصه ديالي بحال هاي. عرفتي كتجي لذيذه، تقدروا تستعملوها بزاف الحاجات. المهم هادي كتطلع قنينطات كيحمقوا. انا كنعمل واحد 3-4 مغارف في الساعه ديال الشارميله، وتقدروا تقدموها حتى هذا فشي طبيصله ولا شي طاسه ستيتوا الا بغاو يسيسوا مثلا قنينطات باش يزيدوا شويه اكثر ديال مذاق الصلصه. المهم والسكريتو ولا
السر الثاني هما السيتاس. السيتاس كيجيو عليهم ولكن ماشي الشامبينيونس اللي كيجيو مخلعين، لا سيتاس يكونوا كونخيلاداس ولا ناتوراليس. انا كناخذ هادو كونخيلاداس من ميركادونا ولا من ليدل. زدتهم مغرفه ديال التشارميا اللي وجدت قبيلات معاكم، وغنخليهم حتى هما يطيبوا على خاطرهم. هنايا عندي الشعريه الصينيه حيتاش غادي نعدل الحوت والشعريه الصينيه ان شاء الله يا ربي. المهم هذه التشارميلا ديال الحوت ديالي شوف كيفاش كتبان معلكه، وغادي نزيدها السيطه. السيطه تبرا طيبتهم بوحديتهم باش ما كيدعش المذاق ديالهم، عرفتي كيجيو كيحمقوا معلكين، هما اللي كيعلقوا التشارميلا. زدت هنا شويه ديال الشعريه الصينيه اللي سلقتها من قبل، غنخلط ونحرك كلشي مزيان مع بعضياته. واخر حاجه غادي نزيد جبن محكوك ولا جبن ديال البيتزا، غادي نزيدو حدا الترميلة باقا سخونه باش يدف فيها، وغادي نخلطو مزيان مع بعضياتو، وغادي نخليه يبرد دبنات. مهم امبورطانتي يبرد، عاد كندوزو اللي وقنين ديالنا باش ما تقطعناش الورقه. وها هي عندي الترميلة واجده وبارده، غادي نستعمل الزيت ولا الزبده باش غادي ندهن الورقه. هنايا عندي الماء والطحين باش نلصق قنينطه ديالي. بالنسبه للورقه غنستعمل هذه ديال ميركادونا، ورقه فيلو اللي كتعدل بها بقلاوه. مهم بالنسبه للعبارة بنات، اذا كانت ميركادونا كنقسمها في النص، وكنبقى نستعمل كل طرف بوحديته. هنا عندي واحد الطريف، عملت شويه ديال الزيت هكذا غندهنو ما سومينو سبرات، ما تدهنوش بزاف على حسب بعد الزيت كيطلق في بعضياتو. هاد الورقه كتكون رقيقه بزاف، ما محتاجاش الزيت بزاف ولا الزبده بزاف. عملت التشارميله ديالي وطويتها بهاد الطريقه هادي، عملوها لكم معايا البنات. مثلا اذا بغيتو تاخذوا هاد الورقه هادي وهاد العبر هذا نيت تعدلو نتوما في الدار ديالكم، كيجيو قنينطات بيرفيكت الصراحه، كيجيو سوبر بيان. شوف نوري لكم لصقته مع الاخر بالطحين والماء، وغنوري لكم كيفاش غادي تجي قنينطه، غتجي بيرفيكت. المهم بحال هكذا لويت الترميله ديالي كامله، عملت قنينطات. ودابا غادي ندوز قنينطات ديالي في بيطات وفي بان رياض وفي الخبز شيبلور شافلور موسيك موسيديتي. المهم ما عرفتش بالضبط كيفاش كيقولوا له العربيه. عندي هنايا بيطه كما شفتوا كندوز فيها قنينطات، ومن بعد كندوزها في هذا الخبز مهرمش بحال اللي كيقولوا له. المهم نتوما عارفين فهمتوا شني بغيت نقول لكم. وصافي البنات، بالنسبه ديال الطياب انا كنطيبهم في الفران، كنعمل لهم شويه ديال الزيت ولا ديال الزبده وكنطيب مع هادو. هادو جوج ثم نطيبهم شي دابا حتى الغدا. حبوباتي ما دركتي حسن سجل معكم، كاينه غير جرين من بعد ما عدلت قنينطه جبرتوني دابا جات مرايا اختي، وغادي نمشيو نقشوا الحنه ان شاء الله يا ربي. جبرتنا غادي نعمل شويه ديال الفال ضروري الصراحه، كيجيني كيف دوش العيد بلا نقش ديال الحنه بالنسبه لي شي حاجه خفيفه هكذا. واخا باقي ما عملناش بالي شنو غادي نعدل، غنخلي اختي تصبق هي الاولى. اول حاجه حتى مزلوبه، وثاني حاجه باش الله نقلب انا شنو باغي نعمل في يدي. دابا تبعتو جيت مورا الحلوه ديالي. شوف طلبت ثلاثه بلاطوس، جوج عندهم دار ماما، واحده غنخليها في الدار ديالي. بنات شوفوا هاي الحلوه اللي جبت، انا غنمشي نضر نصورها لكم مزيان ونوريها لكم ونقول لكم من عند من خديتها. ودابا ملي جيت نضر عليك غنقدر نوري لكم الحلوه مزيان. هذه يا البنات كما كتشوفوا يعني بان خرجت بحال بعضياتها، ملوزه ديال الكركاع، هذه الحلوه ديال النوا، هذه ديال التمر، هذه صابلي، هذه تورون، وهذه ديبو بقلاوه، وهذه تاهي صابلي بالشوكولات كما شفتوا. جاوا تبارك الله جو ديال الباندي خاص. بالنسبه لهذه البنات طلبتها من عند دولسيس بارسيلونا، واحد المره كاين هنايا بسانتا مارغاريتا مونبوي في بويبلو ديالي، غنخلي لكم هنايا انستغرام ديالها وحتى الواتساب ديالها هنايا. بنات شوفوا هذه اللي خليت راسي مسح الطابير، خليته هنا راسي في الدار. هاد ثلاثه هذا خليتهم غادي ناكلهم دابا انا واسامه، واللي باقي غادي ندير ان شاء الله لدار ماما، حيت الصراحه ما كناكلوهاش بزاف شويه وصافي، ما نيش بزاف مع الحلوه المهم يعني كتعجبني ولكن ماشي بزاف. وابارتي زعما كنحاول نضعف في ضعفها بغات تبان فيا، المهم ماشي مشكل محاوله، المهم الواحد كيحاول حتى يضعف وصافي. هنا الحبوبات ديالي غادي نلوي هذه عندي عند دار ماما، غنلويها. وشنو باقي خصني نزيد نعمل اليوم؟ خصني قبل ما ننعس نحاول نخلي داكشي اللي عندي من الدار ما خليه هو تحت الكفه، وخصني نعدل ديك البولسه ديال العيال صغارين، البولسه ديال الفالوميتاس هذيك اللي باقا ما عدلتهاش، ولكن هذيك ميت ما نعدلها ساعات نعس العيال وصافي. وكما العاده غادي نوجد الاوتفيت ديالي ديال العيد. غنلبس بالنسبه لهاد الخزانقه نعمل ليا هادي، شنو دابا تصبنت ونشرت ما عرفتش منين كيجيو فيها مانشات والله، انا نعاود دابا نشله ونعمل عاوتاني تشتف. المهم انا من هاد العبايه ديال الزنقه نعمل هي الحجاب ديال الابيض. ودابا من بعد ما نعست العيان غادي نوجد هاد البورسيطه ديال العيال صغارين، هذه الورقه اللي خرجت معكم هاد الصباح، هذا غادي نقطع هاد الرويز الحولي.
غنقطعهم هكذا غير بشويه بشويه ديال الصبر. وابارتي وجدت بالوميتاس، وجدت الذره، ها هو عندي هنايا واجد. خديت هاد البولسا هادو في الصباح متينوس، المهم كيكونوا موجودين انتم عارفين. غادي نعمر البولسا بالذره، وغادي نشدها بواحد السنطه لقيتها عندي في الدار هكذا عامله لاصو، وغادي نلصق الراس ديال حولي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للصاق غنستعمل هذا اللي بيغاتينا دو بلي كارا، نورمالمون كيستعملوهم للجلوبوس، ولكن انا جبرت هذا كل جبرته عندي في الدار، ابروفيت شارتلو ولصقته بحال هكذا. شوفوا شحال كيجي مزيون، كتجي بولسا كتحمق حلوه بزاف بزاف بزاف، مساحه الصدره والفوق الراس ديال الحاولي كيجي مزيون. اهلا وسهلا، صباح الخير حبيباتي، كي صبحتوا لاباس؟ صباح الخير مزيانين. ما تديهاش على الحاله، يلا نوض. توضيت جمعت داكشي كامل، خصني نبدا نضرب معايا نضرب ماما. انتوا عارفين حنا بحال كل عيد كنعيطوا عند ماما. صبحت بحال في الكراجي كنضرب الدراري، غتكونوا كتحسوا بيا. المهم صبحت كيف كيعجبكم؟ ودابا غادي ندوز على السكين كير ديالي. عندي ساعه ما كنمشي كامله، عندي 45 دقيقه باش نوجد راسي ونوجد العين. انا قلتكم صبحت ما راحي ضرب نروح. المهم غادي السكين كير ديالي كيما كنت شي كريمه خصني ندير لك في وجهي، ماشي الله مبانش دي بون، حيتاش عندي واحد اوخيراس دماغتي. واخر حاجه غنعملها الفيتامين هادي سي، وعرف بالنسبه سوريتها لكم ديال اليزابيث اردين، ما عرفتش هبل لكم ولا لا، ولكن هادو واعرين بزاف وكيجيو بهاد الفورماتو هذا، حيت فيتامين سي اذا ضرب الريح بزاف ما كتبقاش مزيانه. هادشي كيجيبوه هيدا بهاد من الكابسولات، شنو مش كنحلو ما تنوما تقدر تقطعهم هيدا، شنو كتحل بزاف وكيبقى يهرق هاد الحاله. انا داكشي انا كنشرب واحد المقياس تيطو، كنفتحها هيدا عم فوق هذا تيط كيفين يخرج ديك هوبا هيدا تيط يكون من هنا خرج هنا. طبعا ما ننساش الكريمه سولار، هذيك عامله فيتامين سي ضروري خصك منها، بون اصلا حاره ضروري، ولكن فوق فيتامين سي ماس. عندي نيشان بالحواجب، ولات كنستعمل هاد البرودكتو هذا الحواجب، واعر هيدا ماركة نام، واعر 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 بزاف البنات، وماشي غالي. كيجي هيدا كيجي فيه الشيتا هنا، كيجي هنايا فيه القالب. ودابا عاد وجدت راسي ميك اب مادري مي اوترا كوسا، يقول لطيفة اوترا كوسا فديتو ماكيا خير. المهم عملت الميك اب ديالي هايدا كي جاكم كيديري بحال دائما. ودابا غادي نمشي نوجد العين على حساب نضت من النعاس. عاد باق نوجد هذيك المسك على حساب العباية ديالي فيها واحد الثوب اللي اذا اديتيها اذا ادت ليا مثلا بيد ولا بزاق ولا شي حاجه كتبقى طابه، اذا اديتها غير ما كتبقى طابه. صباح الخير، اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، فرحانه. اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، اليوم العيد، فرحانه. برا عيد كما دوجت لعمت لاغي بالي ونعست الحراره. بابي بابي كي كي شنو بابي شنو نعمل بابي بهادي؟ عم الله اكبر، قال لك بهاد القندوره شايفه مش نعمل الله اكبر، مش نصلي صلاه د العيد هاكا خصنا نلبسو منو. نوريك شنو نلبس لك، نوريكم كسو هاد العيال تتن قري درعنا بلديه، ولكن هذاك بالنسبه لكسو هاد العيد يعني الخروج وداك الشيء نعمل لك كسوه هادي. شو مامي شو واو. ودابا جبرتوني غادي نلصق هاد اللصيقات هادو هنايا، نعمل زعما الحنه. شنو خصك اما حنه؟ انا عدل لك. لا انا نعدل لك انا الحبيبه حنه وريلي. واو مزيونه اكي، نعملو يد اخو واخ هلا 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 حناني دي بنتي. شوف زكتني شوفو هلا، وريلي ماما يدك وريلي. واو برينسيسا وي لا اخر فين نزيدو سنة هنا غير تعمل الحنه ديال الهنود كم كالعادة يا ستا وجبة التعطيلة مع عند لا 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 شي بالعادة كل يوم في شكل لطيفة اللي معطلة لا لا كالعادة ها كالعادة لا لا كل عدة لي سلمة تعطيها لي لا يا ربي ديالي ها السلام عليكم وعيدكم مبارك
تقبل الله منا منكم. امسي ودارلي مع بنتك. شنو نغسل هي؟ بدات لي الساك. لا يا الساك ديالي. يا تي ساك مامي؟ تي ساك مامي؟ تي ساك مامي؟ خاصني نوريهم العطف ديالي بدا العيد. برافو عليا. عاصم كما كاينش جوج بغيت نوريكم غير العطف شكون يخليك الوقت الوقت ما كاينش. المهم درت هاد العباية هادي ويدي هادا فيها الرش. شنو كيطيح لي واخا ماما كتقول لي باين. هايدا يمكن نبان لكم في الحال. استناني مامي انا نهبطك. ونسمع لكم نزيد نوريكم الاوتفيت ديالي. هاتونا هاد الطونوبيل. كري ماما جري جري على الفابي جري اوتفيت ديالين. الله ما نوري لكم دابا ولا تسكتوا تسخموا داك الشيء نوري لكم. لا كل اوتفيت ديالي ما بقى عليه حاله ما بقى عليه حتى حاجه زربه ربي على تجري عرفتي انا كنجريو شوف حنين دابا عندك نقدر نولي لكم. شوف حنينه ديالي خرجت غزاله كتحمق دابا الضو مزيان حنينه هي نقدر نوري لهم الاوتفيت معوطي يا اسامه قدرت شي. المهم على كل دابا غادي نمشي ان شاء الله نتجمع الصالدي وكيما العاده. المهم الناس اللي متبعين معايا بلوكات ديالي كاملين كيعرفوا العيد كندوزوه بحال كل مره. العام اللي فات دعقاتو كنا عيد كبير مشينا دوزناه فرنسا دعقاتو. هاد العام هذا ما كتبش الظروف ديال الخدمه ديال اسامه نونو سبيرميتي بيا خار لا سا بارتيجا في الحاج وداكشي انتم ما عارفين يعني غدا بصح اسامه صباح خدام. المهم حبايب ديالي دابا يلاه نمشيو نصليو صلاه العيد ان شاء الله في المسجد ديال فيلا نوايا كامل. الله أكبر من الله الحمد. الله رب العالمين تبارك وتعالى سن فيهم للمؤمنين أن يضحكوا لله رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعظم الأيام عند دابا بغيتوني غادي نوجد واحد البانديخ هاد الفروطة. درت معايا الفروطة اللي كانت عندي موجودة في الدار شوية من كل شيء. غادي نزيد هاد الباليتو شوية الزيتون جبن جبت كاسيتو نعدل واحد البانديخيت أو فوالا. هذا هو بلاطو الصراحة كل عيد كنوجدو لهم على حساب كيعجبني كيجي مزيون وكيتكل الصراحة. أنا كتحمقني فروطة في الصباح. كيعجب هاد الكوزينة كل شيء كيعدل كل واحد كيعدل من الجهة ديالو. ومن بعد دوزنا فطرنا مع بعضياتنا. الصراحه ما بغيناش نكثروا بزاف الماكله. نتوما عارفين عيد كبير كيكون ديال الشواع عملنا تما بيسكوت ديال التمر وكركاع بلاطو ديال الحلوى رغايف املو اختي عملت بريوات انا عندي تقريبا طاسخين ديال الحوت. وفطرنا مع بعضياتنا مجموعين. من بعد ما جمعنا ميتسا دوزنا نعطيو شويه ديال الوقت للعيال ديالنا. عددتهم هكذا شويه ديال التساول فوق الكوان. هادو دوك البوسيطات اللي وجدت معكم البارح. هادو اللي كتشوفو هنا هادو بيستولات ديال الماء عملاتهم اختي فيهم الحلوى فيهم التوتشس. وهنا عندهم الالوان باش يصبغوا. المهم هنا قلت لهم هجوم كانوا غير كيستناوني بقاش نكمل الفيديو وكانوا هكذا كيلعبوا. الصراحه عجبهم الحال بزاف. هنا بغيت نوريكم قنيطره ديال اللاين انا لابسه بحال ديال اللاين وهي كبيره لبسناهم مع بعضياتنا. هاد وجدات منا باهيه الله يعطيها الصحة تبارك الله ما شاء الله. وبدات الروينة. شوفوا هاد الكرشة وهاد الماتريال هذا كامل ديال الحالي اختي على حساب الراجل ديالها دابا في واحد البلاصة هنايا قريب وجاب الحاولة ديالو قبل ديالنا باقي ما جاش ديالنا وضبا باقي معطل. المهم كما كتعرفوا هنا الحالة هي هادي. هنا في اسبانيا ما عندناش فين ندفعوا حنا بيدانا اصلا انتم عارفين ممنوع يعني الناس اللي كده بحيدة اللي كده بحيدة وداكشي كيسلكوا صراحة سعدات وحدة كان عندنا فين نسلكوا وحنا نسلكوا حسب ديك الاجواء ديال الذبح يعني حالة حالي نقول لكم حالة خاصة حاجة بوحديتها كتحس واحد الاجواء في شكل بزاف. حنا ملي كنا صغارين كنا كنعيش في داكشي ولكن دابا هادي سنين ما عشنا هادشي هذا. المهم جبات هما هنا بدات فوق السر ديال شنو اسمها هذا كرشة لا ماما عرفت لك خفت داكشي كامل. لا وحنا كنقولو طنجة ولكن كنقولو دوارة. المهم دوارة انا صراحة اللباس ديالي ماش اللباس ديال هاد الكوزينة. ويلي 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 عز عيام وسخ هاد القفيطن. اصلا معنديش معايا هادشي ماما انا قطعي الكبدة قطعي الكرشة ولكن هادي معنديش معاها مسامح كريم.
ودابا دوزت نقطع الكبده. كنتمنى يوتيوب ما يمسحليش هذا الفيديو هذا بسبب هذا المقطع هذا. كنتمنى المهم انا كنت باقه فرحانه بالقنيطره ديالي، بغيت نحيدها ما سخيتش بها الصراحه. عشنا ملي شفت قضيه حماضه تنتما تشوفوا هنايا قلبت على القندوره صافي، قلت لهم عطينا ماشي قندوره الشغل. هنا كنا كنعدلوا بالفاف البنات، حنا نتما عارف في الشمال ديالنا ما عندناش قاعده بالفاف، ولكن ملي عشنا هنايا وتعاشرنا مع الناس ديال الداخل تعلمنا منهم، وصراحه كيجي مزيون بزاف بالفاف. المهم هنا شويه الكبيده ديالنا عملناها عيا لا بلانشا بوركي الجهه ديالنا عندك الجهه ماما يعني عندك الجيران وداك الشيء ما كتقدرش تشعل الفاخر. ايوا انا حبيبات ديالي بحال هكذا غادي يكون دوزت معكم بلوك ديالنا ديال العيد. كنتمنى ربي يكون عجبكم. سمحوا لي اذا كنت قصرت معكم شويه بهذا البلوك هذا، ولكن صراحه كنحاول نصور لكم ماكسيموم نتوما عارفين كنكونوا مع العائله والاجواء وداك الشيء كامل. المهم ان شاء الله يا ربي يمكن بلوك اللي ماجي غادي يكون ثاني بلوك ديال العيد الله غدا اللي عملت فيه الاجواء هذا بالدار ديالي مع اسامه. وستناو بلوغات لي ماجين غادي يعجبوكم بزاف. عندي واحد الفيديو اللي خصني نعاود لكم شي حاجه شويه شخصيه اللي ما كرهتش نبارطاجيها معكم. وابارتي ان شاء الله غادي نسافر مع البنات، انا مع واحد سفيره صغيره هكذا، المهم غنبارطاجي معكم ان شاء الله كل شيء.